الدار كتهددها سيدي دوات لامين آه. شكون اللي فيه العيب؟ شكون ما فيه؟ حنا درنا جميع الاحتمالات جميع التنازلات جميع ايوا نشوف ايوا بزاف على هاد الحقره دابا فتاش تهدد وقع معاها راه خايفه منه اه الا البقر كتهددها سيدي دوات لامين وعرفتي شنو ديرو؟ عرفتي شنو ديرو؟ هيا كتسمعوا اللايف غيوصلوا لها الناس غدا غدا في 7 الصباح غنمشي عندها 8 ولا المهم ما بين 7 و 8 الصباح يلا ها توجد راسها يلا انا قلت لها في اللايف ولا سدت باب الدار عرفوها هي اللي ما باغياش انا عارفه شوفي في عندها في 10 الصباح وحنا قولي لها الناس تشوفك انا لا انا شي عندها في 7 الصباح ولا 8 لا لا نفيق نمشي على النبوري يلا مشات مسكين لا عندنا عندنا اختي اللي كيصالح هي اللي ما باغاش تصالح هي اللي ما باغاش تصالح انا قسم بالله كنت فات انا وحق الله العظيم يحسن خطط والناس حوت تبعين فيكم الناس عندكم تخرج باب ما تقدرش ما غاديش تكون بنتك وبغينا نجمعوا هاد المصيبه بغينا نجمعوا هاد الشيء هذا قسما بالله الا بغيت نجمعوا وما بغاش تجمعوا ما بغاتش اختي هي اللي ما بغاتش تجمعوا شوفت راه اليوم الدنيا وغدا الاخره واش انت يا مراه واش انا عرضه براسي اختي راه كندخل كنت شوفي كندخل عند ناس كبارين وكندخل عند الناس وما كنرضاش اختي بهذا الشيء هذا غير ملي كيقولوا لي بنتك كنقول لهم عرفتي اخوتي خليوني الا بغيت نحنيكم حنا زوينه عافاكم ما تذكروش هذا الموضوع ما كان صافي ما كنعرفش نخدم الا شي واحد ذكر لي غير مشاكل يدي كتبقى ترجف صحتي كتبقى ترجف كنقول لهم عافاكم شعلوا لي شي موسيقى نضحك معاكم ونشط معاكم وندوز معاكم الساعه ونحني لكم ونفرح معاكم صافي